السلام عليكم مشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكيف كتلاحظوا دوز ديال الاتاي ديال اليوم تبارك الله ما شاء الله، ولا كل واحد شنو كيسمي حلوه، اللي هي هشيشه هشيشه بزاف كما شفتوا معايا في البدايه. بسم الله على بركه الله، ندوزوا للطريق والمقادير، تابعوا معايا حتى الاخير ان شاء الله. الوصفه هي ناجحه 100%. عندي بيضه واحده كما كتلاحظوا بالبياض بالاصفر، وهكا خوتي خواتاتي غادي ندير بالكاس الصغير كما كتشوف كاس سكر حبيبات كما كتلاحظوا. غادي ندير كاس زيت المائده ايضا، ولكن غادي نخلط بعدا كيف ما كتشوفوا معايا. ندمج اللي بغى يدير قريصه الملح يديرها، اللي بغى يدير فاني ولا قشره برتقال محكوكه حتى هي يديرها، ماشي مشكل، يعني كتعطي واحد ذوق زوين. دابا كيف ما كتلاحظوا معايا كاس زيت نباتيه، مع العلم اني قلت لكم كندير كاس اللي كنشربوا به اتاي، كاس صغير كيهز نص كاس ديال العنبه ولا تقريبا. كيف ما كتلاحظوا خوتي خواتاتي، هاد الحلوه كتحط كميه هائله، كميه كبيره تبارك الله ما شاء الله. وكيف ما كتلاحظوا معايا غادي ندير دقيق القمح كيف ما دائما نقول لكم، هو دقيق القمح يعني بدون اضافات، ما هوش دقيق ابيض، يعني غسلته ونقيته كما كتلاحظوا، مازال بالنخاله ديالو. دائما كنحاول نشارك معكم يعني الطريقه ولا يعني اي حاجه تناولتها عن قرب، يعني نحاول نقربكم من الصوره. عندي هنا 8 غرامات ديال خميره الحلويات او بيكنج باودر، يعني هو ساشيه واحده، وكنخلط نص كيلو ديال الدقيق. ودائما نشارك معكم نصيحه باش انكم ديروا شيئا فشيئا او شويه بشويه باش ما يقصحش لكم دغيا. وهكا خوتي خواتاتي غادي تشوفوا معايا، غادي ندخل يدي باش نديروا على الطريقه التقليديه باش كنتحكموا في الخليط ديالنا على هاد الشكل هذا. الا كنت اول مره اختي اخي كتشاهد المحتوى ديالي ولا قناه، ما عليك الا اشترك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله يا رب. وكيف ما كتلاحظوا معايا الدقيق ولا هاد الكميه اللي عندي هي المكونات، غير كندوزهم يعني ما كان عليكم والو. وهكا خوتي خوتي، انا سبق لي شاركت معكم عده، ومازال نشارك معكم ان شاء الله عده انواع من نفس العجينه من نفس المكونات، ولا يعني هاد فقط هاد المكونات هادو يعني متواجدين في كل منزل. كنحاول نبارطاجي معكم اي حاجه سهله واقتصاديه وبسيطه، وهي راقيه تبارك الله كتجي روعه. وهكا خوتي خوتاتي غادي نتابعوا العمليه، ولا ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. هكا خوتي خوتاتي كما كتشوفوا، هذه هي العجينه، هذا هو القوام، يعني ما فيها حتى شي تعب وحتى شي صوائر، يعني تبارك الله ما شاء الله. غادي نخليها جانبان وناخذوا اي بلاطو ولا اي عندك مول غادي دير فيه. وهكا خوتي خوتاتي كما دائما كنتقلو بواحد الكاس، وغادي نستمر باش نجيب سكر حبيبات ايضا، كندير سكر حبيبات باش كنفند فيه. وكيف ما كنقول لكم دائما نديروا اي حاجه بغيتوها، ماشي ضروري سكر، ويمكن لك دير الجنجلان ولا كوكوم هرمش ولا اللوز ولا اي حاجه بغيتي اختي. هكا اختي خواتاتي كناخذوا قياس بين عينينا باش ملي كنحاولوا نديروا قد قد كاين اللي كيوزنا، ولكن يمكن لك دير عينك ميزانك، ماشي كاع الخواتات كي يكون عندهم ميزان في المنزل. هكا اختي خواتاتي كنديروها محربله على هاد الشكل هذا، جات كبيره علينا، هي راه كتنفخ هذه تبارك الله ما شاء الله كيف ما لاحظتوا معايا، يعني هي تبارك الله ما شاء الله كتحط واحد الكميه كبيره. غادي تجربوها وخليوها في التعليقات ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على المشاهده وعلى تعليقاتكم الرائعه المحفزه، كنشكر داخل الوطن وخارج الوطن خوتي خواتاتي. هذا هو كيف ما كتلاحظوا معايا، اللي جات كبيره كنقص منها.
وهكا كنحطها. كيما تلاحظوا معايا فهي كتكبر تبارك الله، كتسيح، يعني ماشي كتسيح كتخسر، وانما فهي كتكبر تبارك الله، كتنفخ مزيان. وهكا اخوتي اخواتاتي ندخلها للفرن ونرجع معكم ان شاء الله. كيف ما لاحظتوا هي هذه الحلوه ديال الناس تبارك الله، حطيت كميه هائله. كان عندي لاطا، عفوا كان عندي لاطا، ومع داكشي اللي بارطاجيت معكم اللي شاركت معكم كما كتلاحظوا فهي روعه. تابعوا معايا ان شاء الله، مازال عادي نكمل المرحله الثانيه. كما كتلاحظوا هذا السكر كيعطيها واحد الجماليه في الوجه ديالها. وعادي ندوز دابا باش نديروا كما كتلاحظوا عندي الياورت، من الاحسن يكون ياورت اللي يكون عاقد. وكيف ما كتشوفوا معايا كندير لي هذا الياورت اللي كيزيد واحد الرطوبه. ننصحكم ما ديروش الياورت حتى تبغيو تقدموها، يعني ما تخليوهاش تبات ولا تقدوها بنهار واحد وتخليوها حتى من بعد، لا، حتى تبغيو تقدموها ولا تبقى لك واحد الساعه وتقدميها، وعاد ديك الساعه دير لي هذا الياورت. فهو كيعطيها واحد الرطوبه، كتهشش تبارك الله. الا خليتيها للصباح راه ما تجمعيهاش، الا درتيها في العشيه وبقات لك للصباح راه ما تجمعيهاش، راه هي اصلا رطبه شيشه كما سبق لي وقلت لكم، وبدون زبده بدون مواد اضافيه. وتبارك الله ما شاء الله، عادي تجربوها ان شاء الله يا ربي. فهي الا ما عندكمش الطحين ديال الزرع مكمول، عادي تجيبوا الدقيق الابيض وتزيدوا فيه واحد شويه ديال النخاله، النخاله الرقيقه، وهكا كيعطيكم خليط اللي محتاجين ليه في هذه الحلوه هذه ولا هذه الوزعتين. وهكا خوتي خواتاتي، صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. وعادي ندوزو نساليو هاد الكميه تبارك الله ما شاء الله، راه كميه هائله. وكنحاول نقدو وحده قد وحده، يعني ما تجيش وحده كبيره على وحده ولا وحده صغيره على وحده. هكا خوتي خواتاتي هذه غادي نشاركها معكم تبارك الله. انا درت واحد النوع بالشوكولا، تقصت لي بالشوكولا هذه كما كتلاحظوا. مازال نشارك معكم ان شاء الله بالشوكولا، ما بقاليش الوقت دابا. كما كتلاحظوا عندي الطاسه ديال الياورت ولا زلافه ديال الياورت تبارك الله ما شاء الله، كيعطي واحد الجماليه وكيعطي روعه. علاش لا، الانسان ماشي ضروري نقلبوا شي حاجه اللي ما عندناش في المنزل. وهو هذا خوتي خواتاتي، نشكركم على المتابعه الى مازال معايا حتى لدابا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وكنشكركم بزاف على المشاهده. وهكا خوتي خواتاتي، اي اسئله جات على بالك ولا اي استفسار خلي لي في التعليقات ونجاوبكم ان شاء الله. وغادي نوريكم من واحد النوع ديال الحلوه اللي سبق لي شاركت معكم، اللي مازال ما شافوش يدخل القناه ويشوفوا. عندي عده وصفات اليوم، الاشكال اليوم تبارك الله راقيه، ويمكن لك تقدمها في اي وقت. بحال هذا النوع هذا اللي كتشوف كنديرو في التبصيل، هو هذا سبق لي شاركته معكم. وكل مره غادي نشارك معكم في نفس الفيديو نوع اخر. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.